خلينا نروح لليلى. ليلى انت ليه اخترتي الاسكواش؟ ليه انت صغيره كده 11 سنه ما شاء الله، ليه اخترتي؟ عشان هي لعبه حلوه يعني. انت حبيتيها اول ما شفتيها يعني؟ اول ما روحتي؟ طب انت شفتيها فين؟ شفتيها في النادي الاهلي يعني؟ انت لا، هو مش انا، هو بابا يعني كان بيروح يشوف لي يعني لعب تشتركي فيها. تمام. فهو لقى الاسكواش يعني هو انسب حاجه. وانت حبيتيها؟ بس المضرب بيبقى تقيل عليكي شويه وانت صغيره. كنت شويه يعني حبيتيها بالرغم انها لعبه صعبه؟ طب فاكره مين اول مدرب علمك؟ لا بصراحه مش فاكره. طيب طيب مين المدرب بتاعك دلوقتي؟ بلاش، مين مدربك اللي بيمرنك دلوقتي؟ اوعى تقولي لنا سياده، هو بيمرنك دلوقتي؟ بتمرن عندنا ما شاء الله في النادي مع مدربين كتير. على اصل بص، يعني ليلى من اللعيبه البوتنشال قوي ما شاء الله، وبجد هي وانس ان شاء الله يعني املي فيهم دي يعني الله. دول الهدايا بتوع النادي الاهلي ان شاء الله. دول ممكن يعني ربنا يكرمهم ويبعد عنهم الاصابات، بس يعني مشروع ابطال عالم بجد بوتنشال خطير. بيعشقوا اللعبه، مدمنين سكواش ان شاء الله. لا يعني طب خلينا نشوف. لا بتحب كابتن احمد؟ طبعا. مفيش تردد. مفيش تردد. طيب انت في السن الصغير ده ما بتبقيش قلقانه وانت نازله الماتشات الجيمات؟ لا. ليش؟ ها؟ لا. برافو عليك. ده الاصل. لو اللعيب خاف، اللعيب في السن الصغير ده الخوف بيقلل المستوى. اوعي تخافي، اللعيب ما يهمكيش. انت كده عجباني يعني ما اخسر يعني، وهي هكسب ان شاء الله. صح؟ صح. طيب وانت ليك اخوات بيلعبوا سكواش ولا انت بس؟ لا، ليا نيلي. يعني اصغر منك؟ ما شاء الله. الله اصغر واحده. وعندي ليان اختي الكبيره. ما بتلعبش سكواش؟ لا بتلعب برضه؟ التلاته بنلعب. ما شاء الله. طيب انت نفسك تعملي ايه؟ خلينا احنا هنسجل لك اهو، وبعد سنتين ثلاثة نتقابل بقى ونقول بقى كان معانا النجمة بقى زمان كانت صغيرة وبقت نجمة دلوقتي. نفسك تعمل ايه؟ نفسي ابقى بطل. ان شاء الله هتبقى. ان شاء الله هتبقى. ودي ممكن تحققيها ازاي؟ انت شايفة من وجهة نظرك يعني؟ مجهود، تمرين. طبعا. صح؟ اسمع كلام المدرب كويس قوي. صح؟ مش كده؟ مش دي حاجات ما قلقش وما خافش في الماتشات؟ صح؟ مش دي الحاجات اللي ممكن تخليكي بطل وهتبقى